اقعد يا جمال يا ابني، اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال، صحصح لي كده. ها، تحت امرك يا بابا. انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه بودي جارد يا بابا. ايوه. ليه يا بابا؟ الله، حد تعرض لك؟ لا. حد مد ايده عليك؟ ما لا، مش حد داس لك على طرف يا بابا؟ لا انا هفهمك. طب ليه طالب بودي جارد يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا اخي. ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهمك. مع حواليك بودي جارد. انا ما بقولش حاجه. الله، انا عارف ان انت حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه، خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص. هديت، اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد، قوي البنيه، مفتوح العضلات، دي احسن حاجه فيا، شرس، عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمه، ها، ذو بأس، حاد النظر، طبعا لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة. أنا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير. بودي جارد يا دوب الحق اجهز نفسي. يومين كمان. خبيني خبيني. خبيك فين؟ هي عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم، طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميلة يا فندم. فنون جميلة؟ انت اكيد فنون قتالية، فنون متوحشة. جميلة. وسعادتك كلية الطب. قسم تشريح طبعا، قسم تأهيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغايه ما نجي لكم. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كان على الله. اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، بس انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق، ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض.
التاني ده اسمه داغر. التالت ده اسمه فايد. فايد؟ طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف؟ ده اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها. ايه؟ خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام، الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه الدوسه؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. ايه؟ لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي، ما قلت لك يا نهض هيضربوك، ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. اه متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. اهو ايه؟ ايه اللي بقى؟ ايه اللي بقى ده المكتب بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجوله ازاي؟ انا يا باشا ينفع للشغلانه دي 100 كده. شغلانه؟ قول مش معقول. ايه؟ امشي يا انت. يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه، عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعال تعال معايا. اوعى تتحرك من هنا. خرب بيه، انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازن. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب وابن ايه الا الاب. يا سلم الطريقه بتاعتك دي، معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. وما طلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه، انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. ايه؟ معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه لا دي الصوره فيها انا عليك، دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم، ودي حضرتك هنا بص الصوره دي لما كان معانا الكاس او الكاسه. مين ده؟ انا. انت في الاوضه عندي في الاولمبيكيات، في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وايه كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني يا اخ سالم تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانه محترمه جدا. بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ينفعش اسمي والعيلة على طول. ابوك اسمه لازم إيه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان ده تكون عندي بكره الصبح. ليه؟ يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى. يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا. سلام يا سالم. اقعد على الكرسي ده، انا مدفيه كويس قوي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خيرت بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب، وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، وكنت فاكر انك انت هترشحه لي في المقام الاول كده. بس انا بقى خيرت بيه متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني. يا نهار اسود، انا مش فاهم انت عارف ليه بس؟ عصبي بعمايلك فيا. بس يا بابا اهدى شويه. مش عارف اهدى شويه. تعبتني. ايه بس؟ ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. بعمرت ايه يا وهان؟ ده جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه. قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه؟ يا اخويا بأمرت العقول اللي بتاكلها كل ليله يا ياض. اخش اجيب لك سطر الجلاليب من جوه. انت بتعايرني، دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص، انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابني الكلب. يا ابني الكلب.
يا بابا يا بابا انا ما عرفتش اربيك يا ريت انا ايه يعني مش هسيبك يعني مش هسيبك ايه يا زكي تعال هنا ايه يا زكي انت عايز تجنننا ابونا ولا ايه يا زكي حلو يا اخي اعمل معروف يا ابني انا مش ناقصك ركز زكي وراك انا ابوك ايه يا زكي في ايه انت عاوز تجنننا ابوك ولا ايه ويترفد ويبقى صايع زيك انا مش صايع دلوقتي انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد وانا هسيبك يا ماما ده انا ما انت قعدت تقول لي اوعى ما تمشي يا بابا يا بابا الله انا مش فاهم انت ليه باصص لي في لقمه عيش والله ما حد هيقطع عيشه الا انت اطلع يالا اطلع مش طالع يا ربي بخلف فار اطلع يا احسن لك مش حاطط خلاص خليك خليك يا اخويا حتى بتاع السرير نام ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره وعايزك وريني هتقعد قد ايه تحت السرير وابعد الخرطوم ده عشان بينقط ميه مجنون الواد ده ولا ايه والله مجنون انا قررت بسبب مشغولياتي الكتيره اني اجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم ايه يا بابي انت هتتجوز ولا ايه حد جاب سيره الجواز انا بقول في امور كتيره لازم تتصلح وده بيتطلب ان يكون في حد معاكم جوه البيت بره البيت بره البيت اكتر من جوه البيت يعني في العربيه في النادي اظن الكلام بتاعي واضح يعني ايه حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ أنا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ أفندم؟ سوري خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي إن شاء الله. بخصوص إيه؟ هو عارف. آه هو عارف. مستر خيرت is not available now. You can come again. أوكي ثانك يو ثانك يو. كاسكو ليا صباح على ميزون صباح الخير اهلا يا زكي اتفضل تعالى اقعد ما افهمك لازم تعمل ايه انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام يا سلام طبعا ما تخافش سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي سور الفيلا واطي يعني فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا يبقى المصنع بالنسبه للمصنع سيادتك كده بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي بس سلك الشايك خليه هنحتاجه يا ابني قول على المصنع يبقى مفيش حضرتك غير العربيه سيادتك انا مش بتاع عربيات العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلوي هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها سيادتك فهمتني غلط بعد اذنك استنى عندك انت ايه يا ابني برباند ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه انا عايزك تحرس اولادي اولادك دول تجيب لهم حارس فلبيني يا ابني ارجوك اسمعني هقدم لكم زكي البودي جارد ده بودي جارد ده عامل زي البورس الجعان بعد اذنك شيرين بنتي وعمر ابني واضح طبعا ان شيرين الكبيره وعمر الصغير واضح ان رباط جزمتك مفكوك انت كنت مستعجل ولا حاجه أساساً مش بعرف أربط رباط الجزمة طيب مش كنت تقول كده أنا رايح النادي يلا يا عمر الحق معهم يا زكي معهم طبعا اسمع ها. شيرين تبقى معاها لحظة بلحظة أنت فاهمني شيرين بالذات تبقى زي الله طبعا طيب بالنسبة لعمر أسيبه يتوه عادي وعمر كمان يا زكي ارجوك اتفضل طيب. اطمن حضرتك انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم بقى يا اخي يلا يلا الحق الواد طمن ثانيه واحده في ايه ثانيه واحده عربيتك دي ها عربيتي انت بتعمل ايه مفيش بس اجراءات امنيه كده كوتش ده عايز يتزود حاسب ايه ده في حاجه اتفجرت ده ريموت العربيه ريموت العربيه ريموت هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه ابعد ايدك عني انت هبل ولا ايه انت مجنون مجنون انت ايه ده اوه الحمد لله مفيش اصابات ثانيه واحده ثانيه انا بعد اذنك فين المفاتيح انت هتعمل ايه مش ده كرسي السواق
حسوق بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه والله. اه طب اركب ورا يلا. اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي؟ زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي؟ ربنا يستر. اخصمك ايه اللي تزوق دي؟ ايه؟ انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك ما تطفيش ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك، بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكره انت ناسيه تنقلي الفتيس. الفتيس؟ افضل عظمتك. انا اقصد العربيه مش الغساله. عمر هات لي الموبايل. ثانية واحدة. ايه ده؟ ركزي ركزي ركزي. ثانية واحدة. 012 012 012. هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو رد رد يا حيوان. ايه اللي رد يا حيوان؟ يا حيوان عجبك كده؟ انزل بقى اضرب الحيوان ده اللي خبطك. ما بلاش. بقول لك انزل. حاضر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انزل. انزل لي هنا. انزل لي. ايه ايه انزل. ايه في ايه؟ في الرخص. رخص؟ رخص ليه؟ معيش رخص. وكمان راكب من غير رخص؟ عشان رخص ليه؟ ما مش انا اللي سايق. ما انا عارف ان مش انت اللي سايق. طب السواق ومشغول بالسواقه ها؟ مش تاخد بالك انت من الطريق؟ يعني الراجل هياخد باله من السواقه ولا من الطريق؟ يا عم ولا مال انا؟ ما انا كنت واخد بالي من الاجره، وبعدين اول مره ركبت كوسه، ولو اعرف ان هجيلي كده في التكوسه ما كنتش ركبت تكوسه. خلاص جت سليمه. اما هي اول مره تركب تكوسه ماشي ليه وسط العربيات؟ الله جدع ده مجنون ولا ايه؟ مش تمشي في حته فاضيه. اش ايه؟ ايه اللي اش؟ يا عم خلصنا سديت الطريق ووقفته. خلصنا يا سينا. مره بقى لك زمان بتعرف تسوق ها؟ هربت. يلا يا جماعه وصلنا. اتفضلوا. الظاهر ان مفيش حد جوه. اه يا سيد مهما حكيت لك ووصفت لك مش هتصدقني. ايه الناس دي؟ ناس هايله 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 فوق الوصف. لا وخصوصا بقى بنتهم النهارده قعدت تتحايل عليا ساعه. طب خش خش شويه يا زكي اقعد. معقوله هتمشي كده على طول؟ طب خش كل لقمه وامشي. بلاء طبقت معانا النهارده. بس انا برضو يعني استكبرت الموضوع. ف يا راجل للدرجه دي؟ امال انا بنتش عليك ولا ايه يا سيد؟ الله. وبعدين انا برضو ما رضيتش اتكب كده من اولها زي الجردل. انا قلت برضو الواحد ايه ياخدها سنه سنه كده. انت عارف انا بحب دايما يبقى لي حكايتي الشخصيه. والبنت دي حلوه بقى؟ بص هي زي القبر. لا وعندها حته اخ صغير بقى. ايه العسل ده؟ ايه السكر ده؟ حبني من اول ما شافني. تخيل حضنه واحضانه وبوسه وتبهدلني الواد الصغير. طب زكي انت مش شايف ان الشغلانه دي صعبه شويه؟ دي صعبه وخطر وكلها بلاوي سودا وكوارث. زكي انا عجبتني حكايه البودي جارد دي وعايز ابقى بودي جارد. بودي جارد؟ انت عايز تبقى بودي جارد؟ اه. انت مش شايف جسمك عامل ازاي يا ابني؟ ماله؟ ماله ايه بس؟ اصل البودي جارد ده لازم يبقى له مواصفات خاصه، يعني لازم يبقى طول، عرض. اه زي كده انا عارفك بتبص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. وبعدين انت فين الستر؟ لازم تبقى فيه ستر. انت بتلبس فانيلا بحمالات حماله واحده. انت على طول كده يا زكي مهبطني. يعني اخدعك يا سيد. وبعدين انت قوي الشتيمه. اه لا في دي عندك حق. لا طب شفت بص يا هقول لك انا حاجه يا سيد. بص ما بلاش الشارع ده يا زكي. عيب انت دلوقتي ماشي مع بودي جارد. خد توفي خد توفي. يعني اطمن يا زكي. يلا يا سيد يلا يا سيد. اهلا اهلا اهلا. قطع مسا على الكباتين. اسم النبي حرسك وسينك وضمنك يا تعم يا نايتي. بس 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 باش كان فاضي ده كان زمان.
يا فضحتي؟ مش تخبط يا بابا قبل ما تدخل. اتخضيت يا اخويا. في ايه؟ انت فاهم يا ابني اللي عملته ده بتروي دراعي؟ ليه يا بابا؟ هي كلمة. يا تسيب الوظيفة دي وتمشي يا مش أنا. طب ما تمشي انت يا بابا. لا ده انت قليل ادب. تعالى عشان يا بابا هموت هموت. مش بدل ما اموت انا. انت لسه شفت حاجه؟ انا هوريك. انت لسه شفت حاجه؟ اوعى ساعدني ساعدني بس يا بابا ساعدني. انت محسسني ان انت مش ابنك على فكره. قلت ايه؟ يالا محسسني ان انت مش ابنك، انك ان انت مش ضنايا. انا مش يعني مين ابن مين؟ انت ترضى باباك يعمل فيك كده؟ والله لو بعمل اللي انت بتعمله يعمل يا سيدي. اهلا وسهلا. يعني بحبك على فكره. بحبك. حبني. بص بص بحبك ازاي؟ شوف دي سايبه ازاي. ده انت كده ناوي تشيلني. وريني. انا غلطان. ايوه انت بتعمل بلوفر. ايوه بعمل بلوفر. انا رايح تعمل لي تحمي. بص انا ماشي وخليك زي ما انت كده. امال ايه يا ابو زيك؟ يبقى وريني عن اذنك.